الأسعار هي حسب الطلب والعرض. نهار تدخل السلعة بقوة تنزل وحدها، تهبط وحدها. نهار تكون ناقصة ترتفع الأسعار. البطاطا راهي 8000 80 دينار حتى 85 دينار. طوماطيش الطوماطيش كاين من 55 دينار حتى ل 70 دينار. الشلاضة الشلاضة معيش غالية بزاف. شحال سوق؟ كاين من 10000، كاين 12، كاين ب 8، كاين بكل سومة. صح. كل نهار اغلب الاسواق يعني بدات تزيد 25000 كيلو 20000. بصح هنا ما راش دير هذاك السومة هنا. هنا ما كاش السومة هذيك. في القرو ما تسواش هذيك السومة، في الديطاي هذيك حاجة أخرى. ما عرفينش عارفين أنا البطاطا مازالت مرتفعة شوية. البطاطا راهي فيها نذرة. مانيش عارف صحاب الفريق ما واش يخرجوا ولا المهم راهي ناقصة البطاطا. كيما البطاطا دارت الشابة 8000، وكاين ب 8500، كاين ب 6000، كاين ب 5000. بدي سوسيت لي شري. وكاين بطاطا حلوة دارت 7500 8000، الباذنجان دارت 4500 وطلع حتى ل 6000. والخيار كيف كيف، خيار ما ماكسيمو خيار احنا عندنا من البكري ويدير 6500 تشري من البكري هكذا. وكاين تفاح شويه فلا غالي، التفاح راه يدير 20 و 25 حتى ل 30 قارص. وهذا دائما قرو، دائما قرو، هذا القرو هكذا صافي كيما نقولوا زعما هكذا عام عامين ثلاث سنين صافي نقولوا الزوري ما يقدرش يعيش، فاهم؟ صافي كيما نقولوا بطاطا دارت 8000 9000 في القرو، برا يدير واحد 15000 هكذا صافي ما كاش كيفه. القارص يدير 38000 والثوم راه يدير 120000. الاسعار اليوم راهي تقدر تقول من 7.5 حتى 8.5. هذه بالنسبه للبطاطا. في البطاطا اه. اسعار الفواكه خويا منفخذه بزاف، هبطت شويه على بارابور السمانه اللي فاتت كانت غاليه شويه. لا كيما انا ذرو دوغلوب اسمه هذا احمر بوعمر نبيعو هنا، هذا بعنا لي 16 15 14 13 كما كيما صاب 16 15 كان غالي السمانه اللي فاتت، بان حتى ل 20 ودوكا عاود ولا صح. الموسكه كانت دير 30 35 دوك 25 هبطت شويه ماشي كيما هاو البنان ثاني ماهوش يمشي كامل. راك تشوف كيف راه هنايا يا حابس شو. صح البنان 23000 24 حتى ل 20000 يول. كاين لانجاز دوكا كاينه اللي راهي دير من 15000 حتى ل 40000 على حسب النوعيه. كاين بروميير شوا، دوزيام شوا، تروازيام شوا. التفاح ثاني كيف كاين من 40000 حتى ل 10000. كاين الخوخ يدير 40000. وشنو السوام غاليه دوك؟ واحد يدي لانجاز ب 35000 بزاف، يدي زوج كيلو ب 70000، يدي بطاطا وبصل وطوماطيش، ما يديش لانجاز ولا التفاح ولا. انا نشوف البطيخ ثاني، البطيخ شحال راه الكيلو؟ البطيخ راه يدير 7000. البطاطا دير 10000، الحلو والحار يدير 15، الطوماطيش 5000 10000، خيار 10000، القرعة 12، اللوبيا 20000، القارص 25، الشيفور 20000، البسبات 20000، الزروزية 8000، البصل 5000، الباذنجان 8000. هذه هي السلعة. نبدا بالفلفل. الفلفل يدير 15000، القرو يدير 11000 12000 هكذا. الفلفل حلو هاو يدير في القرو يدير 10000 11000، حنا نبيعو فيه 15000 هنا. الخيار انا نبيعو فيه 10000، طوماطيش 10000، الشرادة 25000، زرودية 8000، قرعة 12000، بيطرف 10000، باذنجان 10000، البطاطا يدير 10000، والبصل 5000. البصل برك اللي راهو رخيص، السلع الاخرى كاع غالي. ماشطو يدير 20000 25000، بسباس هانيك 20000، الناس يشري بالحبه. عندك فلفل الحلو 16000،
الطوماطيش 10000، الحرق 16000، سازمي واش ثاني واش حبيت؟ اللفت 10000، الزبدية 8000، القرعة 12000، زيني واش تحبيت؟ الشرابة 18000، 18000، خياطة 12000، الشوفلور 20000، بطرف 10000، 20000، فهمت؟ الحمراء 40000، كابويا 12000، الحلو 16000، خش في 15000، بصل 5000، بطة حلوة 25000، بسباس فامي، بسباس اللي غالي فامي، لاينا 25، الخوخ 22، لانجاز 25، بنان 27، 27 27000، نقدر جاي من الجملة، من الجملة البلاد غالية كاع يديك اختي، بلادهم غاليين كلش. هذا راه يوصل نبيع فيه ب 5000، مخلصه ب 26، هذا خيار انا نبيع فيه ب 7000 ومخلصه 6 ونص، يسمى انت اللي زايدوا اللي منقصوا من الخيار زايدوا في هذا باش يجيني طيح سوا سوا في الطريق. الطوماطيش والله مخلصها ب 5.5، وانا نبيع فيها ب 5000، فزت لي كاع نص هرميتو. البسباس مخلصه ب 9000، نبيع فيها ب 10000. الكرومبيط مخلصه ب 6000، نبيع فيها ب 10، باش هذيك تعطيني دراهم البسباس. وهذا مخلصه ب 6.5، نبيع فيه ب 12، نقسم بيناتهم. البطاطا راهي تواسي 8.5، 8 في الظروف، ما حبش نجيبها، ما حبش نجيبها، غالية. واش ندير؟ الثوم هاك نخلص ب 40، نبيع فيها ب 60. ريكيبيري هاك، الكرات على الطابلة 500000 في الشهر، الترونسبور 250000 في الشهر باش يديني ويجيبني، زيد الحمال 100000، واش رانا ندير؟ ما ندير والو، يا ربي قسم لك. هذه هي وبطاطا عندها هذه بيريود عندها سبتمبر اكتوبر دائما تطلع دوكا من اكتوبر لو 15 اكتوبر حتى لو 20 اكتوبر تدخل بطاطا جديده تبدا ترخص عندها كل عام تصرى لهذا الشيء شهرين في العام تطلع البطاطا تزيد تطلع باك تعاود تهبط تدخل تاع مسغانم وتاع معسكر تعاود تهبط السلعه والسلعه الاخرى هذيك تشوفي كاش دايره البطاطا هي الصح كي تطلع البطاطا السلعه الاخرى كتطلع معاها الناس كان بكري واش كانوا يشرو كانوا يشرو بطاطا نقولوا يدي 4 كيلو بطاطا يدي معاه شويه شويه بصح كي عاد غاليه دوكا ما يقدروش يدو هم يدو بالكيلو برطل بطاطا سوتوني عنده دراري هي الصح.